دكتور حسام، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا. وطبعا عندما نقول دكتور حسام بدراوي على طول الحقيقه بيطرا الى الذهن فكره الحداثه والتمدن والمستقبل والتعليم. وحضرتك كنت واحد من الفريق الذين وضعوا تصور مصر لسنه 2030، مستقبلها في اتجاهات كثيره ومنها التعليم. اهم ملامح هذا المستقبل ايه؟ الحقيقه ان بدون استراتيجية واضحة لأي شيء ما تقدريش تبني حداثة، وبدون استدامة استراتيجية هتلاقي الأمور بتمشي في دورات وتبتدي من أول وجديد كل عدد من السنوات. رؤية مصر 2030 في التعليم بتعتمد على 5 ركائز، وده مهم قوي إن حتى رجل الشارع يعرفها، مش بس المسؤول ومش بس المدارس والجامعات. الركيزة الأولى هي الإتاحة والجودة وعدم التمييز. خلي بالك إن دي حاجات، دي أسهل ركيزة لأنها حسابها سهل. وعدم التمييز جزء مهم جدا من حقوق الإنسان، وجزء مهم جدا من يعني عدم التمييز بين المواطنين، عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمسلم والمسيحي والكبير والصغير وذوي الاحتياجات الخاصة والطبيعي. عدم التمييز هي مجموعة من القيم المفهومة لدينا اللي لازم تكون جوه التعليم. فالركيزة الأولى الإتاحة، ودي سهلة لأن الإتاحة دي أعتقد إن كل مركز وقرية في مصر معروف تعدادها، معروف قد إيه ولاد وبنات، معروف نموها السكاني. فنقدر نقول في 20 سنة، في 30 سنة الجاية إحنا محتاجين إيه؟ يعني إتاحة فرص التعليم للجميع. للجميع. والجودة اللي على أساس معايير متفق عليها، والمعايير دي لازم تكون معايير عالمية مش معايير محلية، لأن خلاص العالم كله حاجة واحدة. الإتاحة والجودة وعدم التمييز، وراها على طول حوكمة الإدارة الركيزة الثانية. ليه؟ لأن على غير ما الناس تتصور التعليم مش بس منهج وتعلم ومدرس، لا، إدارة العملية التعليمية في نفس أهمية التعليم نفسه. وأقصد بكده أن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي هم أكبر وزارات فيها ناس، فوق 2 مليون واحد. احنا مركزيين جدا، ودستورنا واحنا بندعو الى اللامركزيه. حوكمه الانتقال من المركزيه الى اللامركزيه والاداره، يعني كلمه حوكمه تحتاج بعض التفسير. الحوكمه باللغه الانجليزيه اسمها governance، اللي هي الاداره الاكثر كفاءه والاكثر فاعليه لمجموعه من الناس. وده مش ممكن يحصل من غير رقمية، من غير ما نبقى بنستخدم التكنولوجيا علشان نقدر نحصل على المعرفة والمعلومة في الوقت المناسب. فالركيزة الثانية هي حوكمة الإدارة. الركيزة الثالثة هي الرقمية بقى، رقمية التلميذ ورقمية الأستاذ ورقمية المدرسة. أقصد بالرقمية إن الطالب والأستاذ يفكروا رقمياً، يحصلوا على المعرفة رقميا، يجاوبوا رقميا. برضو بمعنى ايه؟ الرقمية هي استخدام الوسائل التكنولوجية في المعرفة. وإتاحة المعرفة دلوقتي بقت غير معقولة، واسعة ومتاحة وبدون تكلفة. فإذا ما كانش الطالب والأستاذ وإدارة المدرسة بتتعامل بهذا المنطق، من الصعب جدا انك تربطي خريجي المدارس والجامعات المصريه ببقيه العالم. الرقميه هي اساس التطوير. وهكلم حضرتك على الموضوع ده بعد شويه في دوره الحياه الانسانيه. الحاجه الرابعه، الركيزه الرابعه، هي بناء الشخصيه. بناء الشخصيه ده يعني بنتكلم على الشخصيه السويه التي تحترم الاخر وتحترم التعدديه والفخورة بماضيها واللي عندها أمل في مستقبلها. والشخصية التي تستطيع العمل في فريق، والشخصية
المرنة التي تستطيع أن تتكيف حسب احتياجات تغير احتياجات المستقبل. الشخصية دي ما بنعملهاش بمنهج، دي معايشة، معايشة داخل المؤسسة التعليمية ووسيلتها الفن والثقافة والرياضة والاتصال بالمجتمع المحيط. دي ثقافة، دي بناء الشخصية محتاج معايشة، والشخص الرئيسي فيها هو المدرس.